جميعنا يصادفنا ذلك الحيوان الغريب الذي نخافه قليلا، ربما يكون كلب الجيران أو قطة جدتك ذات المخالب الحادة، ولكن لا يوجد واحدا من تلك الحيوانات الأليفة يضاهي غرابة تلك التي ستشاهدها في هذا الفيديو. إليك 10 حيوانات غريبة سوف تصيبك بالقشعريرة، هل أنت مستعد؟ القرود ذات الأنف الأفطس. تلك القرود الفريدة من نوعها سوف تصيبك بالقشعريرة بمجرد رؤيتها. بطول يبلغ 21 بوصة ووزن يصل إلى 37 رطل، تم اكتشاف تلك القرود في عام 2010 بين الصين وميانمار، وسرعان ما تم تصنيفها على أنها سلالة جديدة. تمتاز بأجسام سوداء بنية ووجه وردي اللون وشفاه بارزة وسميكة وعيون على هيئة اللوز بلون أسود داكن، ولكن أبرز ما يميزها هو امتلاكها لأنف أفطس عريض مقلوب بعكس كافة القرود المتواجدة حولها في منطقة نهر ميكونغ. سمكة نمر الجالوت. إن كنت تظن بأن سمك القرش الضخم وحده يعد أسوأ كوابيسك فأنت مخطئ. إليك سمكة النمر التي يبلغ طولها 6 أقدام وتزن أكثر من 100 رطل. تلك السمكة المخيفة تعيش في نهر الكونغو بإفريقيا، وتمتلك أسنان طويلة مماثلة لأسنان التمساح، كفيلة بتمزيق عدة أسماك في آن واحد، وبالطبع كفيلة بإصابتك بالقشعريرة. لا أنصحك بالسباحة بالقرب منها، فهي ليست ودودة على الإطلاق. الضفدع الأرجواني. لا، ليس ضفدعا أرجواني اللون ذو مظهر لطيف كما تعتقد، بل هو أشبه بوحش يسكن في المستنقعات لا تتمنى أن يزورك في أسوأ كوابيسه. لحسن الحظ أن الضفدع الأرجواني ذو أنف الخنزير يقضي معظم حياته تحت الأرض، لذا احتمال أن تقابل واحدا منه يبقى ضعيفا. بالمناسبة هذا من حسن حظك. تعيش تلك الضفادع في أجزاء من الهند، وهي تعد من المخلوقات المهددة بالانقراض، حيث لا تصل معظمها لعمر البلوغ بسبب كثرة صيدها بهدف استخدامها في الأغراض الطبية بجانب تناول البعض لها. يا إلهي، من يأكل ذلك المخلوق اللزج المثير للقشعريرة؟ فراشة البود الألفنزولية. إن كنت من محب المخلوقات الصغيرة اللطيفة فربما تغير رأيك بعد مشاهدتك تلك الفراشة التي ستصيبك بالقشعريرة فور رؤيتها. تلك الفراشة التي تبدو وكأنها رسمت على الفوتوشوب، تم تصويرها للمرة الأولى في عام 2009، والتي كان يعتقد في السابق أنها ليست مخلوقا حقيقيا. للأسف تبين أنها حقيقية بالفعل. تعيش تلك الفراشة في منطقة سابانا الكبرى بفنزويلا، ويبلغ طولها حوالي 1 بوصة وتشبه كلب البودل، ولهذا سميت بهذا الاسم. الأمر الجيد أنه منذ آخر مرة شوهدت فيها في ذلك التاريخ لم تسجل لها ولا مشاهدة واحدة مجددا. التنين الأزرق. التنين الأزرق أو ملاك البحر الأزرق، أيا كان ما ستناديه به ذلك المخلوق البحري الغريب الذي لا يتجاوز حجمه البوصة الواحدة، فمن المؤكد أنه سيصيبك بالقشعريرة فور رؤيته. ذلك المخلوق البحري ذو اللون الزاهي ليس مريبا بشأن مظهره وحسب، بل سلوكه كذلك، فهو يتغذى على جيلي البحر السام، ويحمل بداخله السم الخاص به كي يهاجم به المخلوقات الأخرى. أخيرا يقوم بوضع بيضه على جثث ضحاياه في أعماق المحيط، وحينما يشعر بالملل يقوم بابتلاع فقاعات الهواء ليطفو على سطح الماء. الأيزوبود العملاق. الأيزوبود العملاق هو حيوان لن يسبب لك القشعريرة وحسب، بل قد يجعلك تشعر برغبة في القيء. يتواجد في جميع أنحاء العالم، ويعيش في قاع البحار والمحيطات بين 550 و7020 قدم. يتغذى على الكائنات الطينية، وأهم ما يميزه هو ذلك المظهر الغريب، حيث يتكون جسده من هيكل خارجي متداخل يمتد إلى رأسه، والباقي يشكل نوعا من الدرع، ويمتلك عيونا كبيرة غريبة متباعدة وسبعة أزواج من الأرجل وقليل من مكونات الجهاز التنفسي التي تعمل كخياشيم. إن قابلت ذلك العملاق المخيف فغالبا سيكون لونه إما بني أو بنفسجي. حسنا، لا داعي للقلق من حجمه، فبالرغم من اسمه إلا أن حجمه لا يتجاوز 14 بوصة. تمساح الغاريال. يعد تمساح الغاريال العملاق من أكثر أنواع التماسيح المعرضة للانقراض. لما الحزن؟ ربما تتمنى
لو ينقرض حقا عندما تتعرف عليه. ذلك التمساح يعيش في الأجزاء الشمالية من شبه القارة الهندية، ويعرف بكونه من أكبر التماسيح في العالم، حيث أن النمو إلى الطول يبلغ 21 قدم. ولكن ليس حجمه فقط سيصيبك بالقشعريرة، ولكن أسنانه الحادة التي يبلغ عددها 110 سن، وأقدامه المكشوفة التي تجعله من أسرع التماسيح ركضا في الماء. اليوم انخفض تعداده بحوالي 98% عن القرن الماضي، ولم يتبقى سوى 650 تمساح فقط. صدقا هذه أخبار جيدة. أخطبوط دامبو. هناك الكثير من الحقائق حول الأخطبوط دامبو التي ستفاجئك. أولا، يعتبر الأخطبوط الذي يعيش في أعمق بقاع المحيط على الإطلاق، حيث يعيش على عمق 13,100 قدم، وبالرغم من ذلك يستطيع التكيف مع الطقس شديد البرودة في تلك المنطقة. المدهش حول ذلك المخلوق أنه يستطيع التحكم في ظروف تكاثره بشكل مدهش، فإناث الدامبو تستطيع تخزين الحيوانات المنوية بداخلها لفترة طويلة على أن تختار الظروف الملائمة للتكاثر، ومن ثم ترسلها لأكثر البويضات لديها خصوبة، ومن ثم تقوم بوضع بيضها فوق الصخور والأسطح الصلبة في قاع المحيط. بعيدا عن كل تلك المميزات، لن ترغب حقا في مشاهدة ذلك المخلوق الهلامي لفترة تتجاوز الدقيقة. حسناً، كان هذا كل شيء، والآن أخبرني، أي من تلك المخلوقات أثار قشعريرتك أكثر؟ وهل سبق وأن رأيت أياً منها في الواقع؟ لا تنسى إخبارنا في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم، إلى اللقاء.